معاناة تواجهها شريحة المتقاعدين في محافظة النجف الأشرف بعد تحويل استلام رواتبهم التقاعدية من شركة الكيكارد إلى الماستر كارد. طوابير من كبار السن وقفت أمام أبواب الشركة من أجل استحصال كارتات استلام الرواتب الإلكترونية. بعد عام على توجيهات هيئة التقاعد الوطنية لفروعها بتحويل خدمة الدفع الإلكتروني للمتقاعدين من كي كارت إلى ماستر كارد، باشر مصرف الرشيد ماستر كارد النخيل إصدار البطاقات للزبائن، لكن هذه المباشرة واجهت الكثير من العقبات والتي تحملها المواطن بالدرجة الأولى. تلقتني رسالة بأنه أنت روح بدل هويتك من ماستر كارد إلى نخيل. من اجيت ابدل هويتي هذا الازدحام. احنا شنو ذنبنا؟ يعني هم حولوا الهويه هسه على النخيل، غير يقولون يبلغونا مثل قبل شهر، قبل 15 يوم. انا صار لي ثلاث ايام من مكان لمكان، من دائره التقاعد، ما ادري وين، اخر شيء طلع الراتب هنا، صار لي ثلاث ايام ما مستلمه وحجيه عندي بيها ضغط وسكر. انه شركه النخيل غير مهيئه لهذه الامور اللي صارت بهالفتره هاي. أحد موظفي المركز تحدث عن جهوزية كادر شركة النخيل لإصدار البطاقات، لكن حشود المراجعين تسببت بإرباك العمل. كاد أنه موجود يكفي، بس أنت تعرف هسه المواطنين يعني إحنا دازينهم قبل 10 أيام هم ما حضروا إلا البارحة. من جانب آخر تناقضت رواية الموظفين بشأن بعض الرسوم التي تجبى من المراجعين لغرض تحويل معاملاتهم بين المصارف المعنية. انت هسه موجود ان شاء الله تقدر تشوف اذا اكو اي فلوس انه تنأخذ من المواطن منها، هاي ما عدا انه هو يروح يستنسخ يروح يسوي فايل، هاي يعني مو يمي، هاي اكو استنساخ ما تابع لنا اصلا. هسه قبل دقائق قال مكتب الاستنساخ احنا ما لنا علاقه، احنا ذن الفلوس الصادرات لهم. انا هنا انا موظف جاي اشتغل، طلعوني هنا برا جاني اشتغل. هذا موظف بالرشيد بالش اسمه، لا بشركة الماستر. من امام شركة النخيل المعنية بصرف رواتب المتقاعدين في النجف الأشرف، منتظر الشريفي، العراقية الإخبارية.